ناصر محمد الخليفي من مديرية الصبيحة بمحافظة لحج، شاب في مقتبل العمر يعيش اليوم وضعا مأساويا بعد إصابته بجروح بالغة أدى إلى تهشم العظام في قدمه اليسرى. انخرط الشاب محمد في صفوف المقاومة الجنوبية منذ يومه الأول ملبيا نداء الواجب ضد العدوان الهمجي لميليشيات الحوثي وقوات صالح الإنقلابية. يعيش اليوم في منزل صغير بمديرية صيرة محافظة عدن مع أسرته التي نزحت من ديارها جراء الحرب، يشكو إلى الله همه علّه يجد ضالته بدعم حكومي أو من منظمات المجتمع المدني لانتشاله من هذا الواقع المؤلم بعد أن ضاقت به سبل إجراءات الدوائر الرسمية. جلست في الصليب الأحمر حوالي 10 أيام، وبعدين تم نقلي إلى مستشفى الوالي. أجريت العملية هناك على حسابي الخاص، تعاونوا معنا يعني نسبة 5% كذا. ركبت حديد، عملوا لي حديد وفي مستشفى الوالي حديد مؤقت، وقالوا ترجع بعد 3 شهور إذا التحم العظم ولا سيتم تزفيرك للخارج. سببت لي إعاقة هنا في الرجل ولي حوالي 3 أشهر لا أقدر أتحرك نهائيا. وناشد قادة المقاومة وعلى رأسهم العميد عبد الله تركي قائد جبهة الصبيحة ومحافظ عدن أن يهتم بملف الجرحى. تقاريره الطبية التي تؤكد حالته الحرجة في السفر خارج البلد لم تلقى أذانا صاغية إلى اليوم، خاصة بعد مرور 3 أشهر تتضاعف فيه المعاناة بين صيف ساخن وانقطاعات متكررة للكهرباء، وهو ما يضاعف وضعه الصحي. من يوم ما نزحوا ولا أي جهاز تفتتهم، ولا أي مثل الصليب الدولي ولا أصحاب المقاومة ولا من مجلس ولا الهلال الأحمر الدولي، في حتى الإغاثة ما قابوا لهمش من يوم ما نزحوا ولا حصلوا أي حاجة. هم ساكنين في سيرة في منزل إيجار مع الماء والكهرباء يصبح إلى 30,000 ريال شهريا، والآن إحنا على قادمين على فصل صيف حار، والولد محتاج طبعا إلى مكيف. إحنا نناشد أهل الخير يساعدوا حتى في مكيف واحد بس الغرفة من أجل المصاب، لأنه ما بيقدرش يتحمل حماء الصيف. معالجات كثيرة تسعى عدد من منظمات المجتمع المدني بعدا إلى إنهاء معاناة الجرحى. نفذت فيها مسح ميداني شملت مناطق مختلفة، وثقت فيها مئات الأسماء تخص الجرحى والشهداء. طبعا كمهام أولي أو كمرحلة أولى أكملنا المهام، مهام الجرحى والشهداء في الرصد والتوثيق. الآن بعد ما تمينا عملية الحصر والتوثيق ومن الإنسان اللي مش مصاب، من هو الجريح اللي محتاج سفر. طبعا مهام الجرحى يعني تعتبر مهام 3، في جرحى تشتي علاج هنا، في جرحى تشتي تسافر، وفي جرحى محتاجين مادة فلوس. طب نحن الآن نناشد من؟ نناشد المريض انه هو يروح يعمل لنفسه كل شيء. نحن كملنا المهام، الآن جاء دور من؟ خلاص انتهى كل شيء، انتهت يعني انتهى الحرب، انتهى كل حاجة. الآن مهام الدولة، مهام الدولة هي اللي تقيم كل شيء، تقيم عملنا، تقيم كل حاجة، تقيم الجرحى هؤلاء، تقيم يعني من هو اللي محتاج من محتاج. ظروف مأساوية يعيش فيها الشاب ناصر الخليفي اليوم في ظل واقع سياسي معقد جعل من هؤلاء الشباب ضحايا وأرقام في سجلات الجرحى، ذنبهم الوحيد أنهم أحبوا وطنهم ذات يوم. لبرنامج بتوقيت عدن، وضاح الشليلي، عدن.